الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد نستهل له كتاب آخر في سنن أبي داود وهو كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أسبة الناس في مالك عن مالك، ومالك النجم، مالك هو النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم، عن نافع، ونافع أثبت الناس في ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، ومن السبع المثلين عن أبي الأمين وهو من عبد الله الأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوريمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوريمة فليأتها. واللام هنا لام أمر، وهنا قال: حدثنا مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد العسقلاني وهو من الثقات والثقة الأجر وغيره، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات رواه الجماعة، عن عبيد الله بن عمر المصغر تعلمون أنه من الثقات، عن نافع أثبت الناس بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو من السبع المثيرين عن أبي الأمين ومن عبد الله الأربعة أثريون، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى: فإن كان مفطرا فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. والصحيح أنه فليدعو، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. في رواية قال: فليصل. هذه مسألة باب ما جاء في إجابة الدعوة: إذا دعى أحدكم إلى وليمة. الوليمة هنا هو طعام العرس، الوليمة هما طعام العرس، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اشتم رائحة الطيب، قال: ما هي؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. قال: أولم ولو بشات. قال: من دعي إلى الوليمة، الوليمة العرس، فليأتها. فليأتها هنا اللملم أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه على يعني إلى الاستحباب. واختلف العلماء في الأمر هنا، هل الأمر الوجوب على ظاهره أو هو مصروف للاستحباب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، الصحيح الراجح منها أن إجابة وليمة العرس على الوجوب، أن إجابة وليمة العرس على الوجوب، وهذا قول الشافعية المعتمد عندهم والحنابلة وأيضا الظاهرية، أن الإجابة لوليمة العرس على الوجوب. وأما الإجابة لغيرها من الولائم لغيرها أو دعوة إلى الطعام، فقد قال الظاهرية أنها على الوجوب أيضا، فالمسألة على السواء. وأيضا عند الشافعية قول أنهم قالوا كوليمة العرس، والثاني والمعتمد أنها على الندب والاستحباب وليست على الوجوب. لا يعني من قال بالوجوب قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلف لكم أخوكم. وقال عموما: حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه. وقد اتفق العلماء ونقل الاتفاق بعض أهل العلم على أن وليمة العرس لا اختلاف فيها وأنها تجب، لكن فيما سواها من الطعام وغيره أو ولائم الولائم الأخرى فقال جمهور العلماء أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ولكن كما قلنا الظاهرية قالوا بأنها تجب، وقال بعض الفقهاء أيضا بأنها تجب إلا من عذر. فإذا إجابة وليمة العرس على الوجوب باتفاق، إجابة وليمة العرس على الوجوب باتفاق، وفي غيرها خلاف، والجمهور على أن في غيرها الاستحباب، والظاهرية يرون بأنها على الوجوب، وهناك وجه عند الشافعية أنها على الوجوب، وإن كنت أميل إلى ذلك للأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حق المسلم أنه إذا دعاه أن يجيبه. وتسقط أو يسقط الوجوب هنا بأعذار، يعني يسقط الإجابة بأعذار، من هذه الأعذار: إن علم الرجل بوجود المنكرات في هذا المكان وأنه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر فتسقط الإجابة. لما ذهب أبي إلى ابن عمر فوارد وغطى الجدران بالستائر، فقال له: يا ابن عمر ما هذا؟ قال: غلبت علينا النساء. فقال: والله لا أدخل. ورجع ولم ينكر عليه، ولأن القاعدة عند العلماء: إن لم تزل منكر فزل. إذا علم أنه لا يستطيع أن يؤسف الناس وأن يغير هذا المنكر فلا يجوز له أن يبقى، لعموم قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. الأمر الثاني أو من الأعذار أيضا
من الأعذار أيضا المرض، إن كان مريضا فله أن يعتذر فيسقط عنه الوجوب في ذلك، أو يعلم بأن الطعام أن صاحب الطعام يعني يختص في الدعوة بالأغنياء الوجهاء دون الفقراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الوليمة أن يدعى لها ما ليس أهلا لها أو ما ليس من أهلها، فإن علم أنه يفعل ذلك فلا يجب عليه الإجابة بل تسقط عنه الإجابة، أو علم أن رجل يرابي أو ماله حرام وأن الطعام فيه شبهة، أو يجعل مع الطعام الخمر أو يجعل الخنزير، وهذه من عموم المنكرات أيضا أو في عموم النص في المنكرات بأنها تسقط عن أو يسقط عنه الوجوب بذلك. فإن كان ممن يدعو كما قلنا الأغنياء فقط فشر الوليمة، وإن كان في الطعام طعام شبهة أنه يأكل الربا وأن يكون فيه الخمر والمنكرات والخنزير والحرام أيضا يسقط عنه الوجوب، أو يكون ممن يدعو لها 3 أيام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الأول نعم تكون فيه الإجابة وذلك يعني لا يكون لأنه تكون فيها المفاخرة، فإذا كانت 3 أيام فالأول يجب والثاني لا يجب، قد يستحب أما الثالث فيكره، ولو دعاه ذمي لم ترب الإجابة على الأصح، لو دعاه ذمي لم ترب الإجابة، وإن كان من الأفضل أن يجيب دعوة لعله يرى من أخلاق أهل الإسلام فيتأثر بذلك فيعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتها، فإن كان مفطرا فليطعم، يعني إن كان مفطرا له أن يأكل، وظاهره وجوب الأكل، والعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب لا في طعام الوليمة ولا في غيرها، الذي يجب عليه هو أن يأتي ولا يجب عليه الطعام، لكن يأكل من أجل تطيب الخاطر وإحسان الإحسان إلى الغير، لا سيما وأن في الحديث أيضا قد قال المسلم تكلف لكم أخوكم وصاحب وليمة العرس قد ذبح، وهذا تكلف، قال أولم ولو بشات، والذي يجعلنا نقول بأن الأكل ليس بواجب لأنه لو كان صائما قال النبي فليصلي، يعني فليدعو، ما قال له فليأكل، ولو كان الأكل واجبا لقال له وجوبا فليأكل، يبقى هو أحد رجلين مفطرا فليطعم، وهذا من باب الإحسان للغير، وهذا على الاستحباب ويتأكد لكن لا يكون واجبا، وإن كان صائما فلا يجب عليه الطعام ولا الإفطار بل له أن يأكل، وهذا أيضا قد قال بعض العلماء أنه يستحب حتى لا يحزن صاحب الوليمة، أو ليصلي، وليصلي هنا يعني ليدعو، ولذلك قال وإن كان صائما فليدعو، وإن كان صائما فليدعو، يعني يدعو لأهل الطعام بالبركة وبالمغفرة وأيضا بالخلف وبالإحسان، وهذه فيها دلالة أن الصائم لا يسقط الوجوب عنه في وليمة العرس وإن كان يسقط عنه الطعام، وإن كان يسقط عنه الطعام. هذا أول الأحاديث وبكورة الأحاديث في سنن أبي داود في الكلام على الإجابة للوليمة، والوليمة أصناف وأنواع، وليمة العرس وهذه التي باتفاق الفقهاء يجب الإجابة لها، يجب الإجابة لها، قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة وقال إلى الوليمة، والألف واللام هنا للعهد، للعهد يعلمون أنها وليمة العرس فليأتيها، وضعوا ناس أهل الغنى يجعلون الوليمة 3 أيام، يجب الإجابة في الأولى والثانية واستحب والثالثة لا، لأن تكون فيها المفاخرة. والحكم الثاني أنه إن كان يجب عليه الإجابة فلا يجب عليه الأكل، لأنه قال إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو، فلو كان الطعام واجبا لقال له فليأكل، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه على الاستحباب، وتأكد الاستحباب إذا أدخل على أخيه السرور، وإن كان صائما إن كان سيضره يضر صاحبه الذي دعاه للوليمة سيضره أنه لم يأكل، فإذا الأولى له أن يأكل وأن يفطر ويكتب له الأجر، أما إن كان لا يضره وكان يستطيع الصوم والصبر على رؤية الطعام دون الأكل فالأولى له أن يتم صومه وله كامل الأجر بذلك، وإن أفطر فالصائم أمير نفسه لا يجب عليه القضاء في قول الحنابلة والشافعية دون خلاف للمالكية والأحناف، وقول الحنابلة والشافعية هو القول السديد، لأن عائشة أفطرت ولم يأمرها بالقضاء، وأم هانة أيضا لما أكلت معه وأفطرت ما أمرها بالقضاء، وقد قال صريحا الصائم أمير نفسه. الفوائد المستنبطة: الحفاظ على علاقة الأخوة بين المسلمين،
فإجابة الداعي من إجابة الداعي من إعطاء الحق لأهل الحق. هذا الواجب على المسلم بالنسبة للمسلم. من أصدق الطاعات إدخال المسلم على المسلمين أو المسلمات، إدخال السرور على المسلمين أو المسلمات. من أصدق الطاعات إدخال السرور على المسلمين أو المسلمات. من حسن الخلق التواضع للآخرين، من حسن الخلق التواضع للآخرين. لذلك النبي قال: ولو دعيت لكراع لأجبت الداعي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.